These are the battle cries of doctors and nurses on the front lines fighting for life. La drogue devant la pénurie de masques. Toutes médicaments. La început de l'épidémie COVID, spitalele se confruntă cu un deficit de măști. Die Covid-Pandemie ist die Stunde der Wahrheit in unseren Krankenhäusern. جعلتنا أزمة كوفيد نكتشف من جديد واقعاً وكلمة نسيناها المجاعة. كنا نظن أن هذه الصعوبات ولت مع الماضي والحروب. أكثر الأشياء شيوعاً باتت نادرة. سيدة تركض من صيدلية إلى أخرى حاملة رضيعها، أو أنها مرتبطة بالأزمات الاقتصادية الكبرى وحسب. أصبح كل شيء مفقوداً، من الأحذية إلى الوقود تم بيع كل شيء، ما من طوابع، ما من صابون. هناك اليوم فقدان لبعض الأدوية حتى في الدولة الغنية. لنكن صادقين ولنقل الأشياء كما هي، في الماضي كانت هذه المشكلة مرتبطة بشكل رئيسي ببلدان أوروبا الجنوبية أو الشرقية، أما الآن فهي تمس حتى الدول الأكثر ثراءً في الاتحاد الأوروبي، من هنا اكتسبت هذه القضية أهميتها. ما سبب عجز الصناعة الدوائية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوي 1,000 مليار دولار عن تلبية الطلبات؟ ستواجهون انقطاعاً في الأدوية إن كنتم تريدون دفع أثمان منخفضة جداً. لست وحدي من يقرر هذا الأمر، بل هناك الحكومات أيضاً. في المواجهة بين الصناعة الدوائية والدول دوماً ما تفوز الصناعة الدوائية. تهجر المخابر الأدوية القديمة ذات العائد الأقل حتى وإن كانت حياة المرضى مرتبطة بها. من المؤسف حقاً أن يلقى 1,600 طفل حتفهم بسبب نقص الأدوية في البلد. شكراً لك جزيلاً. ليس هناك انقطاع في مخزون الفياجرا مثلاً، ليس هناك نقص، وهذا يعطينا فكرة عن أولويات السوق. ما يهم شركات صناعة الأدوية هو بالدرجة الأولى الأدوية الحديثة، غير أنها باهظة الثمن إلى حد أن المرضى لا يمكنهم اقتناؤها. مليونا يورو، ما زلت أذكر عندما كنت أقول للطبيب استخدمها حتى آخر قطرة. أتلهف للحصول عليه، سأتحسن بما أنه دواء ثوري. أكثر مكان يظهر فيه النقص في الأدوية هو صيدليات المشافي. لتشغيل مشفىً كامل بشكل صحيح يلزم أكثر من 3,000 نوع من الدواء وعشرين ألف جهاز طبي. تمثل الصحة تجارة دولية من المستحيل الاستغناء عنها في علاج المرضى. تسبب هذه العولمة نقصاً في الأدوية تضاعف 20 مرة خلال 20 سنة. نعاني انقطاعاً في عدد من المركبات والأدوية. لدينا حالياً انقطاع في 69 دواءً، وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة كان علينا التعامل مع 17 حالة انقطاع جديدة. إن قمت بجرد للمركبات الدوائية سيتبين لي أننا نعاني انقطاعاً تاماً في أدوية تقليدية مثل حقن مضادات الالتهاب، على سبيل المثال أسبيجيك 500 ميليغرام، وسنتعرض لانقطاع في الأدوية مانعة التخثر والهيبارين، كما ستنقطع لدينا أدوية من مضادات العدوى والروفلوكساسين، وستنقطع أيضاً أدوية مضادة للسرطان مثل ميثوتريكسات. جميع المخابر معنية بهذه الانقطاعات. لديك مخابر سانوفي وأوكتا فارما وفايزر، ومخابر مايلان وفيشر وليو فارما وساندوز. إنهم يضعوننا في معظم الأحيان أمام الأمر الواقع. أقدم لكم منتجاً نعاني عوزاً فيه منذ سنوات عدة، إنه بي سي جي ميداك. هذا الدواء لا يمكن الاستغناء عنه في علاج مرضانا. إنه دواء يتعرض لضغوط كبيرة في التوريد. سينتهي بنا الأمر إلى شكل من أشكال التقنين الدوائي. يحدث التقنين الدوائي عندما يكون هناك عوز في دواء ما، ولا يعود يعطى إلا للمرضى ذوي الأولوية.
بعض المرضى ليس لهم الحق في تلقي العلاج. أعاني ورماً خبيثاً في المثانة وكتلاً سرطانية. قال طبيب الأمراض البولية إن العلاج موجود وهو تقطير بدواء بي سي جي، ولكن المفاجأة كانت عندما أردف قائلاً: في كل الأحوال لا يمكنك الحصول عليه، فهو غير متوفر. منذ العام 2020 المخبر الألماني ميداك هو الوحيد الذي يبيع هذا الدواء في فرنسا، ولكن ليس بوسعه أن يلبي طلبات المشافي، ولا يهتم أي مخبر كبير بهذا الدواء القديم المستخلص من لقاح تم اختراعه منذ أكثر من قرن، وهو بي سي جي الشهير الذي يقدم للأطفال ضد داء السل. كيف يمكن لدواء قديم مثل هذا ألا ينتج بمخزون كاف؟ من المثير للحنق أن نعرف أنه تم اختراعه منذ أكثر من قرن. في الخمسينيات كان يتم تلقيح الأطفال على نحو واسع بمركب بي سي جي، ثم لم يعد متوفراً. من الصعب فهم ذلك. بعد عملية الأولى عودني المرض من جديد. حدثني طبيب البولية عن استمارة طلب قمنا بملئها معاً. إنها أشبه بوثيقة الجلاء المدرسية، نجمع فيها درجات وعلامات من دون أن ندري ما إن كانت الدرجة الكلية ستكون كافية ليصبح بوسعنا الحصول على العلاج. كم هذا سطحي، لا أملك الحد الأعلى من الدرجات. درجة الحد الأدنى مرتفعة ولا أملك سوى 5 درجات. حالتي ليست متطورة، لدي أقل من 8 أورام وطولها أقل من 3 سنتيمترات، ولكن بما أنني تعرضت لانتكاسة حصلت على 2 إضافيتين. لدي الآن 7 درجات. عمري أقل من 70 عاماً، لذا لا نقاط لي. علامتي هي 7 من أصل 34، لذا لا أملك الحد الكافي للاستفادة من العلاج. فكرة تحصيل النقاط هذه مزعجة بعض الشيء. أشعر شخصياً أنني لا قيمة لي، أصبحت قيمتي تحسب بالدرجات. أرجو لو أنه بإمكان دولة الرفاه الاجتماعي ومؤسسات الضمان الصحي أن تجنبني هذا النوع من المشاكل. لم يتمكن من الحصول على حق تلقي العلاج إلا بعد عمليته الثالثة. اختيار المرضى بحسب درجة خطورة حالة المريض ممارسة مستوحاة من الطب أثناء الحروب. لم يكن لدى البروفيسور يان نوزييه خيار آخر سوى أن يطبق هذا النظام التفاضلي بين المرضى، وهو الأول من نوعه في فرنسا. من الصعب دوماً إخبار مريض بأنه لا يستطيع الحصول على العلاج، ولكن إن كان لابد من ذلك فمن الأفضل أن يتم هذا وفق معايير طبية تمكننا من الاختيار. نعم، يجب قول الأشياء كما هي. نحن نقوم بفرز المرضى، بمعنى أننا نوزعهم بحسب درجة خطورة مرضهم. يؤمن الأمر مساواة على مستوى فرنسا في الحصول على الدواء، ويجنبنا أن يكون هناك مريض يسكن في منطقة أقل تخديماً من الناحية الطبية فيحظى بفرص أقل في الحصول على الأدوية من شخص آخر يسكن في تجمع سكني كبير. ومن جهة أخرى يسمح هذا الأمر بتحييد أثر الجانب المالي، فلا تكون لدى المريض الذي يمكنه دفع نقود أكثر فرصة أكبر في الحصول على دوائه. فلا يمكننا نحن الأطباء القبول بهذا الأمر من وجهة نظر أخلاقية. بدأ النقص في هذا الدواء منذ ما يزيد عن 10 سنوات. كان يتم إنتاج الدواء في تلك الحقبة في مختبر سانوفي، وهو الثالث عالمياً بين شركات صناعة الأدوية. يملك مختبر سانوفي القدرة على تصنيعه بكميات كبيرة في مصنع يقع في تورونتو، ولكن في العام 2012 تم إيقاف إنتاج الدواء. أعلنت الوكالة الأمريكية للأدوية في هذه الرسالة الموجهة لمختبر سانوفي أنها كشفت عن وجود مشكلات عدوى. لقد أخفقتم في وضع نظام ملائم للتنظيف والتعقيم في مناطق عمليات التعقيم وفي المعدات. لوحظ وجود أعشاش طيور في فلاتر وحدات معالجة الهواء. قام مختبر سانوفي بمطابقة مصنعه مع المعايير وأقلع نشاط الإنتاج من جديد. ولكن في العام 2016 أعلنت المجموعة التخلي عن إنتاج الدواء رسمياً بسبب صعوبات في الإنتاج. إنها ذريعة غريبة، فبحسب وثائق داخلية حصلنا عليها جهز الفريق المكلف بالإنتاج كل ما يلزم لمد السوق بالأدوية.
لقد قمتم بأداء رائع بهدف جعل دواء إيموسيس في متناول يد جميع المرضى. بدأ فريق تأمين دواء بي سي جي في العام 2016 بشكل ممتاز. تم بذل جهد يسمح بمضاعفة الإنتاج. بلغ الإنتاج أرقاماً قياسية وارتفع الأداء بصورة ملحوظة. ولكن لم يكن مختبر سانوفي مستعداً لاستثمار المزيد لإنتاج دواء قديم لا يعود عليه بالأرباح الكثيرة. لا يمثل دواء بي سي جي بالنسبة إليهم إلا جزءاً ضئيلاً من حجم مبيعاتهم، وبالتالي لم يكن القادة في مقر سانوفي يريدون أن يستمروا بضخ المال داخل مصنع ينتج بخسارة، ولهذا اتخذ المقر قراراً بإيقاف الإنتاج على مستوى العالم. بخروج مختبر سانوفي من سوق لا يمكنها الاستغناء عنه، ظهر عوز في أدوية علاج سرطان المثانة. الصناعة الدوائية هي صناعة ربحية تسعى للكسب، وإن استطاعت شركة ما إعادة توجيه إنتاجها نحو شيء يسمح لها بكسب المزيد من المال ستفعل، حتى وإن انطوى هذا على فقدان أدوية من السوق. تتغير عادات دواء ما مع الوقت. في البداية تتم حماية الدواء من حقوق الملكية، فسيستفيد مصنع الدواء الذي يحتكر المبيعات من سعر عال مدة 10 أو 20 سنة، وهي الفترة الأعلى ربحاً حيث يكون السعر وحجم المبيعات في أعلى مستوى. وعندما تنتهي رخصة حصرية الإنتاج يمكن للآخرين أن ينسخوا الدواء ويبيعوه بأسماء أخرى، عندها تنخفض عائداته بفعل انخفاض السعر والمنافسة. الكثير من الأدوية المنتشرة بشكل واسع ومنذ وقت طويل يتم سحبها من السوق لكي تعود إليها من جديد بسعر أكثر ارتفاعاً، وأحياناً يحصل هناك نوع من الابتزاز. إن كنتم لا ترغبون بوجود فقدان للدواء عليكم أن تدفعوا ثمناً أكبر. تفسر قضية العائدات ظهور العديد من حالات النقص. لا تتردد بعض المختبرات بسحب منتجات حيوية من السوق عندما تخفض الدولة أسعارها. اسمي سارة، عمري 19 عاماً، أعاني من حساسية منذ ولادتي. يجب أن أحمل معي دوماً الأدرينالين لأنني إن تعرضت لردة فعل حساسية حادة ستتحول إلى نوبة حساسية، وينبغي لي أن أحقن نفسي على الفور بالأدرينالين. قد لا أتمكن من التنفس وقد لا أصل إلى المستشفى وسأموت. الأدرينالين هو منتج معروف منذ قرن، ويظهر اليوم على شكل قلم حاقن جاهز للاستعمال. تتم صناعة هذه الأقلام في مدريد على مسافة 25 كيلومتراً من منزل سارة. ينتج المختبر الدوائي المتخصص في البحث والتطوير ALK هذا الدواء ليؤمن حاجة 500 ألف مريض في العالم، ولكن في العام 2017 توقف عن بيع حقنه في إسبانيا، رفض انخفاض الأسعار الذي فرضته الحكومة، وبات من الصعب على المرضى تأمين المنتج. الأمر مقلق ومزعج لي كثيراً، لأنه يكفي أن أخرج للعشاء مع الأصدقاء وأن يأكل أحدهم شيئاً ما أو أن يلمسني لأدخل في نوبة حساسية. لا أستطيع التنبؤ بوقت حصول ذلك. يقع مقر المختبر الذي هو في صراع مع الحكومة الإسبانية على مسافة 2500 كيلومتر من مدريد شمال كوبنهاجن. هذا المختبر المتخصص في معالجة حالات الحساسية هو الشركة الأولى عالمياً في منتجات العلاج المناعي. عندما أطلقنا المنتج كان ثمنه 34 يورو، وذلك في العام 2011 في إسبانيا، ثم تتالت قرارات تخفيض السعر حتى وصل إلى 27 يورو، وفي النهاية أتى آخر خفض في السعر في 2018 ليصل إلى 24 يورو. لقد بالغوا في الأمر، 24 يورو سيكون السعر الأقل في أوروبا،
في ذلك مخاطرة بالقضاء على نشاطنا، فمع الوقت سيسعر الجميع وفق السعر الأقل، وهذا سيصيب حجم مبيعات هذا المنتج بمقتل. ولهذا قلت: عذراً عزيزتي الحكومة الإسبانية، من المستحيل أن نقبل بهذا. كان السعر في الأصل منخفضاً جداً، والآن علينا أن نقول لكم لا شكراً. في مدريد استمر المختبر الدوائي المتخصص في البحث والتطوير ALK في إنتاج الدواء، لكن للتصدير لا من أجل المرضى الإسبان. باتت الحكومة مجبرة على استيراد أقلام الأدرينالين من الخارج على الرغم من كونها مصنعة على أرضها. استمرت المواجهة بين الدولة والمختبر الدنماركي 3 سنوات. اتفقنا أخيراً على العودة إلى السعر القديم، وهو 27 يورو، وهو ثمن بخس بحق. بهذا الثمن سيكون من الصعب جداً أن نبقي على مخزون في إسبانيا، لأننا لا نستطيع تكبد الخسارة، فالسعر أصبح منخفضاً جداً. إذن ماذا سيفعل المصنعون في هذه الحالة؟ سيقللون من مخزونهم الاحتياطي، لأنه ليس بوسعهم تكبد أقل خسارة، وهذا ما يسبب حالات نقصان المخزون. لذا من وجهة نظري، أعلم أني لست محايداً تماماً، ولكن تحديد هذا السعر المنخفض ليس مسألة جيدة، فعليكم أن تواجهوا انقطاعاً في المخزون إن دفعتم سعراً منخفضاً جداً. لست وحدي من يقرر ذلك، هناك الحكومة أيضاً. إن ذريعة السعر الذي يرونه منخفضاً والذي تفرضه الدول على بعض الأدوية القديمة هي حجة تقليدية للصناعة الدوائية التي تقول: نحن نرغب بتصنيع هذه الأدوية، ولكن يجب منحنا المزيد من المال. كثيراً ما نسمع هذا الحديث يتكرر حتى حفظناه، في الواقع هو صورة من صور الابتزاز. يجب أن تستند السياسات العامة إلى حاجات الشعوب، وألا تهتم فقط بالتحديات الصناعية والتجارية للشركات الكبرى. لذا يجب أن ننظر إلى المشكلة من الجانب الآخر، أي ما هي الأدوية التي نحتاج إليها؟ كيف ننتجها؟ لمن نوكل مهمة الإنتاج؟ يجب التفكير في كل هذا. الصحة هي موضوع مفاوضات دائمة بين القطاعين العام والخاص. يمكن لخلافات بسيطة بين المختبرات والدولة أن تجعل الأدوية غير متوفرة. وبحسب وكالة الأدوية، يقف هذا العامل وراء ربع حالات العواز. في فرنسا، اللجنة الاقتصادية للمنتجات الصحية هي التي تحدد تعريفة الأدوية المباعة في الصيدليات. يترأس هذه اللجنة فيليب بويو. تتمثل مهنتنا بالنقاش والتفاوض مع المختبرات. مع كل دواء نقوم بدراسة العرض المقدم من المختبر، ثم تقوم اللجنة بالرد عليه. كل أسبوع تجتمع اللجنة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية في جلسة مغلقة. هنا تجري لعبة شد الحبل بين الدولة والمختبرات. بالنسبة لدواء ما، ننظر في ماهية الخدمة الطبية التي يقدمها، ثم ننظر فيما إن كانت الغايات العلاجية التي يقدمها أفضل بقليل أو بكثير أو أقل من المنتجات الموجودة في السوق. يسعى المختبر إلى أن نعامله معاملة دواء معين، وهو دواء غالي الثمن. قد ترفض اللجنة وتقارنه بدل ذلك بدواء أقل ثمناً. إنه بالفعل تحد كبير، حيث يجب إرضاء ما ينتظره المرضى وتلبية حاجاتهم، وفي الوقت نفسه يجب أخذ الإمكانيات المالية العامة للدولة في الحسبان. هل يمكن للدول أن تتحمل الأسعار المتزايدة الارتفاع والتي تعلن عنها المختبرات من أجل العلاجات الجينية الجديدة؟ تولد هذه الأدوية التي تعالج أمراضاً نادرة أملاً كبيراً لدى المرضى، ولكن ثمنها الباهظ يؤخر طرحها في السوق. هل تريدين مشاهدة بوبا؟ أجل!
عندما بلغت بيا شهرها الخامس، اكتشفنا أنها مصابة بمرض SMA، وهو ضمور شوكي، أي مرض عضلي تتضاءل فيه العضلات شيئاً فشيئاً، ومن ضمنها عضلتا القلب والرئتين. استشرنا طبيب أعصاب، فأخبرنا أن الأمل باستمرار حياة بيا لا يتعدى السنتين. يصيب هذا المرض الجيني طفلاً من بين كل 10,000 طفل. أتريدين الذهاب إلى الأريكة؟ لو أن بيا قد ولدت قبل ذلك لما كان لديها أمل بالبقاء على قيد الحياة، ولكن في العام 2019 عام ميلادها ظهر علاج أشبه بمعجزة وغير المعطيات. صادقت الإدارة الأمريكية للغذاء والأدوية على العلاج الجيني بدواء نوفارتس لنمط من الضمور العضلي النادر والذي له نتائج عظيمة. يباع هذا الدواء بثمن قياسي ويقدم جرعة واحدة ثمنها $1,000,000 و125,000. كان دواء نوفارتس متوفراً في الولايات المتحدة وحسب، فهو لا يدخل في الأدوية التي يعوض الضمان الصحي في أوروبا ثمنها، ولم تصادق عليه الوكالة الأوروبية للدواء. قرأت أنه يوجد برنامج خاص يقبل الأطفال خارج الولايات المتحدة، وذلك لجرعة من زولجينسما. هنا علمنا أنه يجب أن ندفع نحن ثمن هذا الدواء. ينبغي أن نسدد مبلغ 2,000,000 يورو لنتمكن من إعطاء بيا هذا الدواء. كانت فكرتنا الأولى طلب المال ممن يملكه، أي من الأشخاص الأكثر ثراءً في هذا العالم مثل بيل جيتس وأوبرا وينفري وحتى كيم كارداشيان. أرسلنا الكثير من الرسائل لهؤلاء الناس لكن لم نتلقى أي رد، لا شيء. راسلنا شخص من مختبر نوفارتس وأخبرنا بأنهم متعاطفون معنا وأنهم قد تأثروا بقصتنا، ولكنهم لا يمكنهم منحنا تخفيضاً. في الواقع ما قالوه مفاده إن لم تدفعوا 2,000,000 يورو لن تحصل ابنتكم على هذا الدواء. في محاولة لجمع المبلغ الذي أعلن عنه مختبر نوفارتس، طلبت إلين المساعدة. كل متبرع يستطيع إرسال 2 يورو برسالة نصية بسيطة. تحرك المتطوعون لتنظيم عملية جمع المال. كل فرد منا يعلم كيف هو الشعور بالعجز، لذا فإمكانية تغيير الأمور من خلال 2 يورو فقط. عندما وصلنا إلى مبلغ 100,000 يورو، ثم وصلنا بسرعة إلى 200,000، ثم إلى 300,000، بدأ الناس يصدقون بإمكانية جمع المبلغ وقالوا سننجح. عندها أراد الجميع إعطاء المال لأن الجميع كان يود المشاركة في قصة جميلة. في بضعة أسابيع تم إرسال 950,000 رسالة نصية. بدا الأمر وكأن البلد بأكمله قد تجمع، كل البلجيكيين معاً، كما لو كانت بيا هي ابنة كل البلجيكيين. عندما عرفنا أن المبلغ قد جمع، أخطرنا أطباء الأعصاب المشرفين على بيا بذلك، فقاموا بمراسلة نوفارتس كي ترسل العلاج من الولايات المتحدة إلى بلجيكا. وصل الدواء في هذه العلبة الصغيرة التي تحوي 6 قوارير صغيرة ب2,000,000 يورو، احتفظنا بها كذكرى. إنها من ذهب، أو كانت من ذهب. نعم، ما زلت أذكر عندما كنت أقول للطبيب استخدمها حتى آخر قطرة. دواء ثمنه مثل ثمن الذهب، فمنذ السنة الأولى بلغت عائداته على مختبر نوفارتس $1,000,000,000. كيف يفسر العملاق الدوائي السويسري هذا السعر الذي لم يبلغه دواء من قبل؟ لدى تواصلنا معه هذا ما أجابنا به مختبر نوفارتس. سعر دواء زولجينسما في الولايات المتحدة أقل بنسبة 50% من تكلفة العلاج السائد حالياً لمرضى الضمور الشوكي الذي يستمر 10 سنوات. لم يحسب نوفارتس السعر وفقاً لتكلفة التصنيع، بل وفقاً للثمن الذي يمكن للمجتمع
أن يدفعه من أجل الحصول على العلاج. للشركات الدوائية الحق في فعل ذلك، فهذا ليس ممنوعاً، فهي من يحتكر الإنتاج وتطلب السعر الذي تراه هي عادلاً، ولكن يبدو الأمر كما لو أنك ترمي بعوامة لشخص يغرق، ثم يسألك الشخص بكم أنا مدين لك، فتجيبه لقد أنقذت حياتك وستعيش 20 عاماً إضافياً، لذا فالحساب هو 20 مضروباً ب80,000 يورو، أي 1,600,000 يورو. لذلك في واقع الأمر لا علاقة لهذا الرقم بثمن العوامة. تتسم السوق الدوائية بغياب مطلق للشفافية. نقول لهم حسناً، تقولون إنكم تستثمرون الكثير في البحث والتطوير وتستثمرون الكثير في البنى التحتية، ولكن في هذه الحالة كونوا شفافين، أخبرونا وأعطونا أرقاماً، ولكنهم يرفضون. لماذا إذن يرفضون الشفافية لو كانت الأمور واضحة؟ مع أنها خامس أكبر شركة دوائية في العالم، لم تطور نوفارتس هذا العلاج بنفسها، اكتفت الشركة العملاقة بشراء أفيكسس، وهي شركة أمريكية ناشئة في التقنيات الحيوية التي طورت هذا الدواء. بلغت قيمة الشراء 8,700,000,000 دولار. ما نسميها شركات الأدوية الكبيرة بيج فارما هي شركات كانت في الماضي تقوم بأبحاثها بنفسها لتطوير أدوية جديدة وطرحها بأسعار معقولة، أما الآن فباتت مثل شركات البورصة التي لا تخاطر برأس مالها وتبحث عن منتجات جيدة تتيح لها كسب الكثير من المال. باتت تطور بنفسها ربع المنتجات التي تطرحها في السوق فقط. استحوذ مختبر نوفارتس على شركة للعلاج الجيني اسمها أفيكسس مقابل 8 مليارات دولار. إنها صفقة ضخمة. دفعت نوفارتس 8,700,000,000 دولار للاستحواذ على شركة التقنيات الحيوية هذه واختراعاتها. استثمروا أيضاً ما يقارب 1 مليار لإنشاء خط إنتاج. قامت الجهات العامة المعنية في بلدنا بإجراء حسابات، ووفقاً لها فإن الرقم المعادل هو 155,000 يورو. وعليه فالسعر المطلوب لهذا الدواء يزيد بمقدار 11 أو 12 ضعفاً عن تكلفته الفعلية. ترفض نوفارتس الحديث في هامش الربح هذا. في فرنسا أيضاً ما زال سعر دواء زولجنسما قيد التفاوض. يتيح تصريح مؤقت لعشرات الأطفال بالاستفادة منه سنوياً وبالتعرفة التي تحددها نوفارتس، ولكن الدولة تتمنى أن يكون سعره النهائي أقل. سيقول لنا المختبر: هذا الدواء الذي أطرحه اليوم في السوق أنا مجبر على بيعه بسعر مرتفع جداً، لأنني أنا نفسي اشتريته بثمن باهظ، استثمرت فيه واشتريت شركة تكنولوجيا حيوية، وقد كلفني ذلك مبالغ طائلة. لا أظن أنه على المواطن الفرنسي الذي يدفع اشتراكات تأمين صحي تحمل هذه التكلفة. هذه التكلفة مثيرة للجدل، لأن هذا الدواء هو نتيجة أبحاث علمية فرنسية عامة تمولها الدولة بعشرات الملايين من المال العام. في العام 1995 تمكنت باحثة في مستشفى نيكير في باريس من تحديد المورثة المسؤولة عن الضمور العضلي الشوكي. في العام 2011 طور فريق فرنسي آخر ممول من قبل هبات حملة التبرع الخيري السنوية تيليتون علاجاً جينياً أجراه على الفئران. استفادت الشركة الناشئة الأمريكية من نتائج هذه الأبحاث، ونجحت تجاربها السريرية على الرضع قبل أن تستحوذ عليها نوفارتس. يعد هذا الدواء الذي تبيعه نوفارتس الأغلى في العالم. دوماً ما تؤدي الأبحاث العامة إلى أرباح خاصة. لم تجرؤ أي حكومة على مواجهة شركات صناعة الأدوية مثل ما فعلت حكومة المكسيك. منذ العام 2019 يقود البلد رئيس إصلاحي
وعد بمكافحة الفساد وبوضع الأخلاق في قلب العمل السياسي. يهاجم الرئيس لوبيز أوبرادور شركات الصناعة الدوائية ويحاول حل مشكلة نقص الدواء التي تضرب البلد منذ سنوات. هناك خلل في النظام برمته، في الإنتاج والتوزيع وفي شراء الأدوية، أصبح تجارة مثل غيره. غير أننا نتحدث هنا عن الأدوية، وكان هناك الكثير من الفساد. ألغت الحكومة الجديدة العقود العامة الموقعة مع شركات الأدوية واتهمتها بالجشع والفساد. الرئيس هاجم الموزعين وعهد بمهمة توزيع الأدوية إلى الدولة. أطلق تحقيقاً ضد المختبر الدوائي في نيويورك بيسا، وهو من كبريات شركات القطاع ويؤمن نصف الأدوية المضادة للسرطان في البلد. كلف الرئيس إحدى قريباته راكيل بوين روستو بتطبيق هذه السياسة. كانت هناك مشكلة في المختبر الدوائي في نيويورك بيسا في المكسيك. قامت وكالة الدواء بتفتيش المصنع وتبين لها أنه لا يتقيد بالمعايير. كانت البكتيريا منتشرة في المختبر، وعندما تم إيقاف خط الإنتاج، ماذا فعل مختبر بيسا؟ التقى برؤساء الوكالة وحاول عن طريق شبكة من العلاقات إعادة الإنتاج من دون تطبيق المعايير، ولكن لم تنجح مساعيه، فرفض عندها مختبر بيسا تزويد السوق بالأدوية. أغلقت الدولة 7 مصانع. عندها توقفت خطوط الإنتاج وحصل هناك نقص عام في الأدوية. لدى وصولها إلى الحكم أرادت هذه الحكومة وضع نظام جديد. لم تكن لديها استراتيجية، إذ لم نشهد هذا العدد من فقدان الأدوية في السوق من قبل. وصلت النسبة أكثر من 30%. سببت المواجهة بين الدولة وشركات الأدوية اضطراباً في سوق الدواء. اختفت أدوية حيوية من السوق بين ليلة وضحاها. أنا أم فرناندو، الذي تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الشبكية. وصل إلى المستشفى أعمى، بالمعنى الحرفي للكلمة، لم يكن يرى شيئاً. وعندما بدأ بتلقي علاجه الكيماوي، ولدى خروجه من مبنى الأورام السرطانية، قال لي: ما هذا يا أمي؟ قلت: هذه شجيرة صغيرة. قال: كم هي جميلة. قلت: هل تراها؟ رد بنعم. عندها فهمت أن ابني بدأ يستعيد جزءاً من حاسة الرؤية. سار كل شيء على ما يرام، حتى وصلنا للجرعة 7 من العلاج الكيماوي. ثم حصل انقطاع في الدواء. لم نجد الدواء الذي يحتاجه ابني في أي من الصيدليات. وبعد 15 يوماً قال لي الطبيب: قمنا بكل ما نستطيع فعله، لا أريد المخاطرة بحياة الطفل. خضع لعملية حيث اضطروا لاستئصال عينه اليسرى، وهكذا فقد طفلي بصره. يبلغ عدد الأطفال الذين هم ضحايا عوز الأدوية المئات في البلد بأكمله. تزايدت مظاهرات الاحتجاج مطالبة بالوصول إلى العلاج. انصب جام الغضب على الحكومة باعتبارها المسؤول الأساسي. مضى علينا 672 يوماً بلا دواء لأطفالنا المصابين بالسرطان. 672 يوماً. في مكسيكو تخصصت محامية بالدفاع عن الأطفال المحرومين من الرعاية الصحية. بما أنهم موظفون، أعتقد أن من واجبهم محاربة الفساد، ولكن عليهم أيضاً أن يؤمنوا شراء الأدوية في البلد بأكمله. مرحباً،
كيف الحال؟ تدافع أندريا روشا عن مئات العائلات. أقوم بعملي من دون تلقي أجر من الناس، لأن هناك أهالي لا يملكون حتى ما يسد رمقهم. وللحصول على أدوية لهم تستند إلى مواد في دستور المكسيك تنص على ضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية. هذا يعني أنه واجب مفروض على السلطات. أمامهم من 24 إلى 48 ساعة لتأمين العلاج الكيماوي أو أي علاج آخر يحتاجه الأطفال. هكذا ستصل الأمهات إلى المستشفى الذي يقول لهن: ها هو الأمر القضائي الذي حصلتن عليه. عندها تكون السلطات المعنية بمن فيها مدير المستشفى مضطرة لإعطاء الطفل العلاج الكيماوي في الوقت المحدد. تجول المحامية المكسيك لتسليم الوثيقة الغالية إلى المعنيين. حصلنا على أمر قضائي لأكثر من 200 عائلة في البلد كله، ولكن هناك أكثر من 8000 عائلة لم تستفد منه بعد. منذ المرة الأولى التي فتحت لي أسرة أبواب منزلها، منذ تلك اللحظة أدركت أبعاد المشكلة. لا أستطيع ترك المهمة لأنني أنا ممثلتهم القضائية. لقد علقوا أمالهم علي بعد أن لم يجدوا أحداً يساعدهم من جانب الجهات الحكومية. في هذا المستشفى العام ينتظر أطفال تلقي جرعاتهم الكيماوية. ستحاول المحامية الحصول على استئناف العلاج. هيا، سيكون كل شيء على ما يرام. ولكن البعض لم يكتشف الحماية التي يؤمنها القضاء إلا متأخراً. تلك هي حال هذه المرأة لورينا، التي فقدت ابنها في عمر السنتين. قررنا دفن رفات ابني هنا، وبهذه الطريقة أشعر بوجوده. إنه قريب مني، ربما ليس كما كنت أرغب، ولكنه هنا في المنزل بالقرب منا. توفي بالسرطان، ولكن في الواقع كان هناك انقطاع في مواد العلاج الكيماوي، وكنت أسأل نفسي لماذا؟ ثم رأيت الطفل على السرير المجاور وقد توفي، ثم من بعده الفتاة في السرير المقابل، مات الكثير. فقلت في نفسي: هل هذا ممكن؟ لم تكن هناك معدات وأدوية حقن ولا ضمادات معقمة للعلاج الكيماوي، ولم يكن هناك مورفين أيضاً. لم يكن بوسعي سوى إحضار البوبري مورفين كي أسكن آلامه. نقدم اليوم إلى النائب العام للجمهورية أول شكوى اتهام بالقتل بعد وفاة الطفل إيفان بولينا أغيلار في ولاية نوفوليون في العيادة 25. فبصفتهم عيادة، هم ملزمون باحترام المادة الرابعة التي تضمن تقديم الأدوية للقاصرين الذين هم بحاجة إليها. نقدم فواتير بمنتجات العلاج الكيميائي التي اضطر الأهالي لتأمينها بأنفسهم، وهو ما يثبت أن العيادة لم تكن تؤمنها. قرر الرئيس لوبيز أوبرادور مناشدة الأمم المتحدة التي قامت بتسليم البلد أدوية حيوية، وهو إجراء طوارئ مخصص عادة للبلدان الأكثر فقراً. لم تتمكن الحكومة من لي ذراع شركات صناعة الأدوية. منذ الجائحة صارت موازين القوى تميل باتجاه المختبرات أكثر من أي وقت مضى. حالة استثنائية سمحت لهم بتلقي أكثر من 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي و5 مليارات من الدول لتطوير اللقاحات، وهو مبلغ لا سابق له.
تذكرون في مايو 2020 كانت هناك اجتماعات افتراضية في بروكسل مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين التي دعت القادة لإعطاء المال قائلة إن اللقاح سيكون في صالح البشرية جمعاء وملكا لها. سيكون اللقاح ملكية مشتركة للبشرية جمعاء. إن نظرنا إلى الأمر بهدوء سنجده نفاقاً، لأنه في اللحظة نفسها دخل الاتحاد الأوروبي في سباق شراء اللقاح وتجاوز الجميع ساعياً أن يكون أول من يتسلم اللقاح. ونتيجة التسابق للحصول على اللقاح في بلدان الجنوب يجد السكان صعوبة في الحصول على جرعتهم الأولى منه. في الهند حصل مصدر مصنع واحد على الإذن بإنتاج اللقاح من مختبر غربي، إنه المعهد الهندي لإنتاج المصل. ينتج المصنع كل شهر 90 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. الرقم بعيد عن حاجة بلد يبلغ عدد سكانه 1.5 مليار، ومن دون احتساب عدد سكان الدول المجاورة التي يوجه جزء من الإنتاج إليها. في الماضي كانت الهند في مقدمة منتجي اللقاحات. لدينا شبكة واسعة من المنتجين القادرين على وضع التقانة المطلوبة لإنتاج هذه اللقاحات موضع التنفيذ، ولكنهم لم يحصلوا على ترخيص ممن طوروا اللقاح، من أسترازينيكا مثلاً. هم يواجهون خطر التعرض لملاحقات بتهمة التزييف، وهكذا يشكل منح التراخيص عقبة كبيرة. في العام 2020 حاول مصنعون هنود آخرون إنتاج جرعات قبل فوات الأوان، لكنهم لم يوفقوا. بقيت اللقاحات محمية خصوصا لشركات إنتاج الأدوية العملاقة. بعد 6 أشهر لم يكن 90% من الهنود محميين بعد في وجه موجة الجائحة التي ضربت بلادهم. في اللحظة التي أخاطبكم فيها يتم تلقيح 30 أوروبياً في الثانية، وهذا يعني أنه منذ بداية هذا الخطاب تلقى أكثر من 12,000 أوروبي جرعتهم. لم تشهد أوروبا شيئاً كهذا من قبل، حملة تلقيح شاملة على مستوى القارة. أتذكر جائحة أخرى هي جائحة الإيدز التي طالت الشمال والجنوب على حد سواء. في تلك الحقبة قال ناشط مصاب بالمرض: لن أتناول المضادات الفيروسية طالما لم تصبح بمتناول العالم أجمع. كان ذلك موقفاً قوياً، لأن هذا الرجل كان في حالة خطيرة ويقول: طالما لم يتمكن الجميع من الوصول إليه لا أريده. نواجه اليوم المشكلة نفسها. أرى رفاقاً يضعون صوراً لأناس سعداء تلقوا اللقاح، صوراً تظهر أمهاتهم وآبائهم أو جيرانهم وقد تلقوا اللقاح، لكنهم يدركون أنه في هذا الوقت في بلدان الجنوب لم يتلقى أحد اللقاح بعد. هذا العجز عن رؤية أننا نواجه الشيء نفسه، ولكن بالنسبة للبعض هناك علاج وبالنسبة لآخرين لا. أجد هذا أمراً مشيناً. المنتج الدوائي الأكثر طلباً الآن هو الأقل عدالة في التوزيع. لم تطلب أوروبا أبداً من المختبرات جعل تقانة إنتاج اللقاح التي مولتها في متناول الجميع. تم تطوير كل هذه اللقاحات المضادة لكوفيد بسرعة بفضل التمويل العام. في الواقع نحن ندفع الثمن مرتين، إذ ندفع الثمن المرتفع ولا نستفيد من تمويلنا للأبحاث. في تلك اللحظة كان على سلطات الاتحاد أن تقول: ها هي المليارات، نريد اللقاح بأقصى سرعة ممكنة، ولكن عليكم وضع تقنية تصنيع هذه اللقاحات في متناول الجميع.
عندما بدأت الجائحة استغلت الصناعة الفرصة للترويج لأهداف موجودة منذ زمن طويل. أحدها هو أن الصناعة الدوائية لا تريد رؤية أي تغيير في نظام الملكية الفكرية. الملكية الفكرية بالنسبة للصناعة الدوائية هي بمثابة حجر الأساس في نموذجها الاقتصادي. يسمح القانون بمشاركة براءة الاختراع في حال وجود أزمة صحية، وهو الحل الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية، ولكن شركات الأدوية العملاقة تناهضه. هي تريد الاحتفاظ بهيمنتها وأن تجني وحدها جوائز وأرباح السباق على إنتاج اللقاح. أنا ممثل لوب الصناعة الدوائية، أمثل وجهات نظر الصناعة الدوائية المبتكرة مثل شركات أمجين، أبفي، تيفا، فايزر، نوفارتيس وروش، وكل الشركات الكبرى اليابانية والأوروبية والأمريكية. عليكم أن تتذكروا أن القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات قبل كوفيد، ومنها لقاحات ضد الزكام، كانت حوالي 5 مليارات جرعة. والآن لتلقيح العالم يجب إنتاج من 10 إلى 11 مليار جرعة في العام. هذا يعني الانتقال من 0 إلى 11 مليارا خلال عام، وهو تحد هائل. بالنسبة إلى هذه الصناعة، مشاركة الملكية الفكرية ليست حلاً. مشاركة حقوق الملكية الفكرية هي هراء سياسي، لأنه لن يفيد في تصنيع جرعة واحدة إضافية، وفيه عدم إدراك لدرجة تعقيد الشراكات الصناعية. خسرت شركة جونسون آند جونسون 60 مليون جرعة بسبب خطأ ارتكبته إحدى الشركات التي منحتها حق التصنيع. لقد أفسدت الأمر برمته. سيأتي رفع الملكية الفكرية على الأرجح بنتائج مدمرة، ولن تكون له أي جدوى على المدى القصير. وعلى المدى الطويل قد يعني هذا أنه في حال حدوث جائحة جديدة لن تكون هناك أي ملكية فكرية. المطالبة بالرفع رسالة خاطئة. الشركات الدوائية المتعددة الجنسية، تلك التي طرحت في السوق لقاح الحمض النووي ضد كوفيد، قامت بنقل تقنية التصنيع إلى شركات لا تملك أي خبرة في إنتاج هذا النوع من اللقاحات، وكانت هذه الشركات قادرة وخلال فترة زمنية قصيرة في أقل من 4 أشهر على إنتاج ملايين اللقاحات وملايين الجرعات. هذا يظهر أن نقل التقنية ممكن الحدوث، وعليه لن يضعف رفع حقوق الملكية ومشاركتها الشركات الدوائية. كل ما سيفعله هو الحد قليلاً من أرباح المساهمين. يؤيد الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاركة حقوق الملكية الفكرية الذي طالب به العديد من البلدان، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يدعو إلى ذلك. لا يزال الساسة يعتقدون أنه من الخطير تغيير قانون الملكية الفكرية. الأمر أشبه بمتلازمة ستوكهولم الدوائية، أمر يصعب فهمه. تظهر متلازمة ستوكهولم هذه في العقود الموقعة بين المفوضية وشركات صناعة الأدوية. يجري أوليفييه هودمان تحقيقاً حول دور اللوبي في بروكسل. هناك الكثير من الأسئلة الكبيرة حول الخلل الذي جرى إبان المفاوضات حول اللقاحات. لما لا تكون ملكية عامة؟ في هذه الوثائق إجابات عن تلك الأسئلة. يشهد الجزء المرئي من هذه العقود على التأثير الهائل للصناعات الدوائية. في 16 ديسمبر من العام 2020، خلال اجتماع، تمت مناقشة رفع مؤقت لحقوق الملكية. في محضر الاجتماع، كان رأي الصناعة الدوائية أن هذا الاقتراح هو إجراء مبالغ فيه لمشكلة غير موجودة أصلاً، فهم يزعمون أنه ما من مشكلة في إنتاج اللقاحات، وأنهم سيكونون قادرين على إنتاج ما يكفي منها. في محضر الاجتماع، نجد أن المفوضية الأوروبية تؤيد شركات الصناعات الدوائية وتدعم احتكارها لحقوق الملكية الفكرية، وهذا يناقض فكرة الملكية العامة المزعومة. هذا خطأ تاريخي تم ارتكابه في سياق جائحة عالمية. إذن تتحمل المفوضية الأوروبية مسؤولية كبيرة، ويجب عليها تقديم تفسير لما حصل. عزز كوفيد هيمنة الصناعة الدوائية على الدول التي لم تكن يوماً كريمة بهذه الصورة،
مع مختبرات ما فتئت تزداد قوة. إلى متى ستصمد أنظمة الحماية الاجتماعية لدينا في مقاومة مطالب المختبرات؟ أنا غاضبة جداً من الحكومات التي قررت أن تسلم مفاتيح المنزل لشركات الصناعة الدوائية. لقد رأت أنه ما من شيء لديها لتقوله أو لتفعله، وتركت المهمة بأيدي أصحاب الشركات، أولئك الذين يملكون دفاتر الشيكات. كانت المختبرات الدوائية ضخمة، أما الآن فأصبحت عملاقة. وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها طرفاً سياسياً أساسياً خارجاً عن أي رقابة وعن أي مساءلة. نحن نرى السلطة السياسية التي بات هؤلاء يملكونها، فأصحاب شركات الصناعة الدوائية يهاتفون رؤساء الوزراء ورؤساء الدول مباشرة، وهذا أمر لا سابق له في السياسة. يجب أن نعرف الآن كيف نعيد التوازن إلى ميزان القوى، وإلا أعتقد أن أنظمة الضمان الصحي التي لدينا في أوروبا ستعاني بصورة لا مفر منها، وبطريقة يصبح معها الرجوع إلى الوراء صعبا. أظن أنه سيكون صراعا طويلا، لا شيء يضمن النجاح، غير أن الاستسلام ليس خيارا مطروحاً.